في خيم ضربت على حافة بطحاء الرشيد وسط موريتانيا. يتبارى هؤلاء الرجال في لعبة الشطرنج الرملي ضمن مسابقات في الألعاب التقليدية تنظم على هامش أيام الرشيد الثقافية، وتتميز ألعاب الرجال هنا عن ألعاب النساء. سيق لعبة تقليدية وكانت هامة تندذر، يقال نحن نعلمها الأجيال إياك ما تندذر ومذالها تلتعب، وصلنا لعبوها وفيها قوانين. هذه العاب هي العاب تقليدية، والهدف من حضورها في هذا المهرجان هو إياك أنها محافظة عليها من الاندثار، ولأن كذلك العاب عقلية يستخدم الإنسان عقله، وكذلك الناس هم اللي هوايتهم يجبروا حالة ترفيهية ويمارسوا فيها هواياتهم. أيام الرشيد الثقافية في نسختها الثالثة شارك فيها أساتذة جامعيون ومهتمون بالثقافة والفن، وتحوي هذه السهرات فقرات متنوعة تهدف لاستعراض ثلاثة قرون من الإشاع الثقافي في المنطقة. أيام الرشيد هي عبارة عن تظاهرة ثقافية ورياضية تهتم أساساً بإعادة تمثيل ما يسمى بموسم القيطنة قديماً في الواحة، هو موسم تلاقي بين 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 في المجتمع، بين الشباب وبين الشيب وبين الأطفال، والناس كاملة تتلاقى في موسم معين تتبادل كل ما هو ثقافي وكل ما هو تواصل، وانقطعت في الفترة الأخيرة لسبب مواسم الجفاف الطويلة. أنا الرشيد مهبطة مهو الشعراء. في هذه المدينة التي تقع وسط موريتانيا وعلى بعد حوالي 600 كيلومتر من نواكشوط، يسعى منظم مهرجان رشيد إلى تخليد ذكرى تدمير الاحتلال الفرنسي لرشيد القديم في أغسطس عام 1908 بعد معارك كر وفر خضها السكان مع الاحتلال بعد مقتل الحاكم الفرنسي كزافي كابولاني في مدينة تجكجة التي تبعد حوالي 40 كيلومتر من الرشيد.